منصب رئاسة الجمهورية، هل يتغير الثابت بعد أربع حكومات عراقية يصبح المنصب منصب رئاسة الجمهورية من نصيب الحزب الديمقراطي، أم أن الاتحاد الوطني الكردستاني حفر اسمه في قصر السلام ببغداد وأثبت نفسه للولاية الخامسة؟ مساء الخير، أهلا بكم وبضيفكم الكريم في بغداد. حقيقة هذا الأمر هو يخص الاستحقاق الكردي في العراق والمكون الكردي. هناك مناصب استحقاقات يجب الحصول عليها، ووفق اتفاقات سابقة بين الحزبين في إقليم كردستان، فإن منصب رئيس الجمهورية استحقاق للاتحاد الوطني الكردستاني، ومنصب رئيس الإقليم استحقاق للحزب الديمقراطي. هذا تم الاتفاق عليه منذ يعني بداية تغيير النظام، ولحد الآن ما زال هذا الاتفاق ساريا ولم تلغى. لذلك من هذا المنطلق الاتحاد يحرص على أن تكون منصب رئيس الجمهورية تكون من حصة الاتحاد. ويوم أمس المكتب السياسي للاتحاد الوطني أعلنوا بشكل رسمي ترشيح السيد برهم صالح لولاية ثانية كالمرشح الرسمي والوحيد للاتحاد الوطني الكردستاني. يعني تم حسم هذا الأمر. قبل ذلك يعني خلال الأسبوع الماضي كان هناك عدة أسماء يتم طرحها في وسائل الإعلام وحتى لدى النخبة السياسية، ولكن تم حسم هذا الأمر يوم أمس نتيجة الاجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني. ولكن فيما يتعلق بالجانب الآخر، هل إن حزب الديمقراطي سيكون له مرشح أم لا، فأعتقد بأن الإخوة في الحزب الديمقراطي يعرفون بأن وحدة الصف الكردي يجب أن يبقى بين الحزبين، لأنهما شريكان في إدارة إقليم كردستان، ويجب أن يبقى شريكين أيضا في المشاركة في العمل السياسي في بغداد. لذلك أي حلول أخرى أو التفكير بأن منصب رئيس الجمهورية سيكون له مرشح للحزب الديمقراطي، لكن سيطارق أنت قلت هناك اتفاقات تؤثر سلبا على العلاقات بين الحزبين وعلى الوضع الاستقرار في إقليم كردستان من جانب سيطارق. سيطارق لو سمحت لي، يعني أنت قلت بأن هناك اتفاق بين الديمقراطي وبين الاتحاد فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، رئاسة الجمهورية تذهب إلى الاتحاد ورئاسة الإقليم تذهب إلى الديمقراطي، ولكن السؤال هو إلى أي مدى يمكن للحزب الديمقراطي الكردستاني أن يلتزم بهذه الاتفاقات؟ أنت تعلم الدورة السابقة كان له مرشح منافس السيد برهم صالح. نعم أكيد الأمور يختلف. نحن لسنا في 2018، الأمور تغيرت، العلاقات تغيرت، حتى المصالح تغيرت والرؤى تغيرت أيضا بين الحزبين وحتى بين كل الكتل، والمعادلة السياسية أيضا بعد الانتخابات تغيرت في العراق. لذلك كل الاحتمالات ستبقى واردة، ولكن الجهات المسؤولة في إقليم كردستان يجب أن تضع مصلحة إقليم كردستان وشعبها وحقوقها الدستورية وكيفية حل الملفات العالقة مع بغداد، هذه الأمور هي الأساسية بالنسبة للمواطن الكردستاني، حل مشاكلها مع بغداد وليس منصب رئيس الجمهورية أو منصب آخر سيادي. حتى بالنسبة للمواطن العراقي، العملية السياسية لم تأتي بإفرازات جديدة وتغيير بالوجوه والنخبة السياسية التي كانت حاكمة خلال 4-8 سنوات الماضية. نفس الوجوه، نفس الكتل السياسية أصبحت عادت إلى الواجهة من اختيار رئيس البرلمان، وربما إعادة اختيار انتخاب رئيس الجمهورية الحالي، وكذلك حتى حظوظ السيد رئيس الوزراء تبقى قائمة بإعادة انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة في ظل استمرار الخلافات في البيت الشيعي. لذلك أنا أتصور بأن المواطن العراقي يهمه تقديم الخدمات مثل ما يهم المواطن الكردستاني حل المشاكل والملفات، ولم تعد يعني حتى لا تبقى هناك دائما قطع لموازنة وحصة الإقليم والتأثير على المناشات موظفي الإقليم. هذه بالنسبة للمواطن الكردستاني الخدمات على المشاكل الهدوء.